السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا دايما يا رب. للناس اللي أول مرة تشوفني أنا ميس عائشة انجلش تيتشر، بناخد مع بعض كورسات انجلش من الصفر للاحتراف، يا رب أكون بفككوا حتى لو بمعلومة صغيرة جدا. ما تنسونوش باللايك، ما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. تعالوا النهاردة حصة الأمهات، يلا الأمهات تجمع علشان نتكلم على سن الحضانة. النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا، وهي ان احنا مش بنطلب من عيالنا انهم يبقوا مثاليين. ليه؟ لان انت نفسك مش مثالية، اكيد كلنا بنغلط، فلازم الطفل يغلط ويتعلم من غلطه. لازم كلنا بنغلط، ومهما نكبر احنا بنغلط، فلو الطفل ما غلطش احنا يعني هيتعلم منين؟ فمش بنطلب الكمال، لان الكمال لله وحده. امال النهارده نقول ايه للامهات او ننصحها بايه؟ ننصحها ان هي تعدل من نفسها، وحتى الاب نفسه يعدل من نفسه. يعني لما انا اطلب من ابني ان هو يسمع كلامي، لازم ابقى انا بسمع كلام زوجتي او امهم، هي الام بتبقى بتسمع كلام زوجها او باباهم، علشان انا ما اطلبش حاجه هم ما هو فاقد الشيء لا يعطيه، ما انت ما بتعملهاش هو هيعملها ازاي. فنتعلم ان احنا نبقى قدوه لعيالنا، نتعلم ان احنا اللي الصوره او البرواز اللي عيالنا حط، يعني الطفل حطك كده ببرواز، خليك انت دايما مثالي، خليك انت دايما ما بتعملش الغلط. حق معلومه صغيره كده يعني علشان الامهات والمميز الصغننين كده. طيب النهارده في كورس الحضانه هناخد ايه؟ هناخد حرف الكاي. حرف الكاي، كاي كاي اللي هو حرف الكاي. عندنا كاي كابيتال وكاي سمول. الكاي لما بتيجي تعلميها لابنك بتوري له حاجات حواليكي بحرف الكاي، زي كي مفتاح، كي كي كايت كايت الطيارة، الورق كايت، كينج كينج ملك، كينج كينج، كاتن القطة الصغيرة، كاتن كاتن، كانجرو 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 حيوان القنغر. يبقى كده علمنا عيالنا كام كلمة بحرف الكي، واحنا لسه ما مسكناش قلم، احنا شغالين على اللسن، وال ان العيل يشوف الحاجة بعينه او السي الرؤية. ان شاء الله ان شاء الله اجيلكم بالجديد، وهناخد الفترة الجاية حصص ماس مهمة وحصص جرامر مهمة. تابعوني ان شاء الله، كل الفيديوهات تعجبكم، ما تنسونيش بلايك سبسكرايب، شيروا علشان الكل يستفيد. باي باي.